اللي ما بيقولش أذكار الصباح والمساء مقصر جدا في حق نفسه، لأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام واظب على أذكار الصباح والمساء كل يوم طول حياته. وأذكار الصباح والمساء فيها حصون ضد تأثيرات الشيطان على أفكارنا وعلى مخاوفنا وعلى قلقنا، وفيها حصون ضد العين الحاسدة وأذى المؤذيين. وبالتالي ما دام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام واظب عليها، يبقى فيها منعة وحماية يومية ضد القريب والبعيد اللي عايز يأذينا. وبالتالي نعمل ايه مع الناس اللي مش مستريحين ان احنا مبسوطين نقول اذكار الصباح والمساء وننسى بعد كده اي اذى، لان حصون ربنا اقوى من اي اذى. فنواظب على اذكار الصباح والمساء، اعملها داونلود على تليفونك وكل يوم بعد الفجر وبعد العصر تقولها. ربنا يحمي الجميع والله اعلم. ازيكم حبيبه، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير وبالف صحه وسلامه يا رب. وحشتوني كتير كتير من اخر فيديو نزلته معاكم. سامحوني بقى على صوتي، صوتي رايح معرفش والله، قمت من النوم لقيته كده البرد بقى وعمايله. زي ما انتم شايفين كده الروتين النهارده مش عندي، روتين النهارده عند ماما. زي ما وعدتكم قبل كده قلت لكم ان انا همسك البيت عند ماما، هخلوله بقى ايه فله كده وبيرقص من النظافه. بصوا ماما عندها بلكونتين في البيت، زي ما انتم شايفين كده البلكونه تضرب تقلب تراب، التراب عادمها. بصوا بقى مسكتها، بصوا اديتها حمايه، حته حمايه، حمايه جميله جدا، حمايه العيد زي ما بيقولوا، مع ان ما هو الحمايه دي بتاعت دخله الشتاء بقى. مسكتها بقى كده بالخرطوم، بصوا غرقت الدنيا بصراحه ميه، وغرقت الشارع ميه، وقلبت لهم الدنيا ميه. بصوا خليت الدنيا بقى ايه، لان بصراحه التراب كان عادم الدنيا. اول حاجه دخلت البلكونه نظفت لها البلكونتين بصراحه، بس عشان اكون صادقه معاكم ما صورتش غير بلكونه واحده بس، والبلكونه التانية شبه دي بالظبط، يعني نفس العمايل اللي عملتها في البلكونه دي عملتها في البلكونه التانية. فصورت معاكم بقى البلكونه دي، وشوفوا انا عملت ايه. انا برضو يعني انا كان في الاول كنت معامله معاكم فيديو، منزله معاكم فيديو اول ما كنا نزلنا من راس البر ونزلنا، انا عملت لماما برضو البلكونات والسلم، بس زي ما انتم شايفين كده الدنيا ايه اتملت تراب في ثانيه، لان احنا عندنا هنا الشارع بيشتغلوا فيه في شغل كتير، فاحنا معرضين. وبعدين ماما طبعا الدور الاولاني فمعرضه للتراب بشكل كبير قوي زي ما شفتوا كده. اللي على الارض ده اللي على الارض ده اسمنت، كان لما بيبنوا في الشقق اللي فوق الاسمنت طبعا نزل على عدم للبلكونات لماما زي ما شايفين كده. بس ماما يعني ما بيهمهاش الشكل، شكل البلكونه فيها اسمنت ما فيهاش اسمنت، المهم يكون نظيفه وخلاص. دخلت لكم بقى عليها ونظفتها حيطان وسور وخشب كله، مسكتها غسلتها حميتها حمايه جميله جدا. شفتوا بقى، نسيت اقول لكم كلام اخدني وما صليناش على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونسيت اقول لكم ما تنسوش تضغطوا لي اللايك على الفيديو، لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم الفيديوهات الجديده اللي هتنزل باذن الله. وكومنت جميل منكم عشان ادخل ارحب بكم وبوجودكم عندي في القناه. واسفه جدا على صوتي والله، انا صحيت من النوم تلاقيت يعني هو بدا يتحسن شويه، فاستحملوني بقى بقيه الفيديو. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده بدات بقى ايه ادخل على على الشباك من جوه، يعني من جوه الاوضه اسمها ايه دي، البلكونه. البلكونه دي في اوضه الصالون تمام، وفي الاوضه دي فيها سرير، يعني الصالون وفيها سرير تمام. دخلت بقى على الشباك وبالخرطوم، انا بهمنيش بقى حالة فكره الدنيا اتغرقت برضو جوه في الاوضه ميه، بس انا شلت الصالون كده يعني حطيته على جنب
وفضيت بقى مكان ايه قدام البلكونه دي، لان الدنيا كلها اتغرقت ميه بصراحه، وكان كل الميه بقى اللي كانت بتدخل جوه في ثانيه بالمقشه، وبدخلها ايه بحاول ادخلها جوه البلكونه وبجرها كده جوه البلكونه، لان كنت عايزه اعمل الباب من جوه، الباب من جوه بالخرطوم، لان ما كانش نافع لان كان مليان تراب، تراب كتير قوي. فعملته بقى لما عملته بالخرطوم، لا حسيت بفرق فظيع، غير ما كنت بقى امسكه بالمقشه واجيب الجردل واحطه في ميه، لان هو كان كله تراب. ففي ثانيه بسرعه جبت الخرطوم ولمته كده بالخرطوم، وزي ما قلت لكم الميه اللي كانت بتنزل جوه على طول بالمقشه، وكنت ايه بجرها على جوه على البلكونه، يعني على قدر الامكان. بس بصوا خليت البلكونه بتبرق كده من النظافه وزي الفل، وزي ما تقولوا كده اختكم جريئه شويه، فالحميه دي المفروض كانت تتعمل، يعني بما ان الشارع عندنا الكل يعني عندنا الشارع هم مستغلينه، مفكرينه ان الشارع مصنع، يعني كل واحد له ورشه المفروض يخش يشتغل جوه في الورشة بتاعته، مش يخرج بره في الشارع ويشتغل في، هما الشارع عندنا مفكرين ان الشارع ده مصنع بقى، يعني الشارع ده مكان للشغل، وهو المفروض الشارع ده اصلا سيبوه بقى فاضي، يعني المفروض تسيبوا الشارع فاضي علشان اللي رايح واللي جاي. والله بصوا الشغل كله، انا كان نفسي اصور لكم الشارع شكله عامل ازاي، وخصوصا الشارع اللي تحت بيتنا ده، كل الشغل بيشتغلوا في الشارع، سايبين ورشهم جوه وخارجين بره يشتغلوا في الشارع. انا بقى اختكم جريئه شويه، المفروض الميه بقى والقلبان اللي انا عملته ده المفروض كان يتعمل يوم الجمعه بقى والناس قافله، لا اختكم جريئه دخلت عادي، هم هيوقفوني؟ لا ما يوقفونيش، هم بقى يعني قلت ايه يلموا بقى حاجتهم دي ويخشوا كل واحد بيتك بيتك، ويخش ايه يشتغل جوه في ورشته، محدش هيوقفني ان انا استنى لما اليوم الجمعة مثلا واعمل لماما البلكونات، لا بصراحة غرقت لهم الشارع، وكل واحد فعلا يعني الشارع بقى ساعات وانا بعمل بقى البلكونات الشارع كان فاضي، كل واحد لم شغله بقى ودخل على ورشته خلاص، يعني ما قضي الامر، يعني هم خلاص امر واقع، ما هي بلكونه هنا وبلكونه هنا، وكمان ما سبتش الشباك اللي في النص عملته برضو بالخرطوم، ما سبت لهمش مكان يقفوا يشتغلوا فيه في الشارع. فزي ما بقول لكم اختكم جريئه شويه، وما همنيش بقى لا شغلهم ولا حاجه، كل واحد مش عنده ورشه يخش يشتغل جوه في قلب ورشته، عاملين الشارع مصنع وحاجه، يعني الشارع كله الشارع كله من اوله لاخره ما فيش فيه شغل غير الشارع اللي تحت بيتنا، هو ده عاملينه مصنع للشغل. فما استنيتش بصراحه لما اليوم الجمعه ولا حاجه، وبدات اشتغل وعملت الماما زي ما شايفين، بقول لكم الشارع بقى ميه كله ميه. خلصت البلكونات وزي ما قلت لكم عملت برضو الشباك اللي هو في النص ما بين البلكونات برضو عملته بالخرطوم، ونزلت بقى على السلم زي ما انتوا شايفين بقى السلم من عند ايه من عند ماما كده لما لتحت لما للبوابة، ومسكته برضو بالخرطوم، وبصوا ما خليتش فيه برضو مكان او مجال للتراب، مع ان برضو زي ما قلت لكم يعني انا لسه عاملاه قريب، وبرضو بصوا بقى وحش قوي في دقايق معدودة، يعني ما بيستحملش، السلم ده عايز يتعمل على طول. انا بصراحة فوق قدام شقتي بعمله على طول، من تحت بقى من عند امي بصراحة ما فيش حل اقعد اعمله كل شوية اعمل من فوق لما لتحت، فبقتصر على قدام ايه على قدام بيتي، تحت بقى عند ماما بستسهل بالخرطوم بصراحة، بيبقى زي الفل في ثانية بالخرطوم. بصوا كمان انا طبعا انا قايله لماما ان انا هعمل لك البلكونات وهنعمل كده، علشان ايه طبعا ماما تفرش فرش الشتوي بقى على نظافه، وايه اللهم صل على النبي، فشلت بقى كل الفرش، يعني هي كانت فرش اصلا اللي هم اللي هو مش بديل السجاد، هي جابت بقى بديل السجاد علشان تفرشه في الشتاء، انا فرشة عندي برضو في شقتي بديل السجاد، طبعا الناس اللي متابعيني
حافظين البيت عندي عامل ازاي. ماما بقى جابت فرش جديد، ساعة بقى ما جيت عشان اعمل السلم وعشان اعمل البلكونات، شلت بقى كل حاجة موجودة على الارض، لان بصوا الدنيا كلها حرفيا اتغرقت مية، سواء عند ماما في الشقة، سواء على السلم، سواء في الشارع. الشارع بقول لكم زي ما بقول لكم كان مفيش مجال ان حد يقف يشتغل فيه خالص، وما عادش ما ينفعش ان حد يقف يشتغل فيه، لان الدنيا حرفيا كانت كلها تراب، كله كان تراب. ما يعني بصوا عشان برضو الفرش يبقى على نظافة والحاجة تبقى على نظافة، تمام. البيت بقى من جوه زي ما قلت لكم، شلت كل اللي كانوا على الارض. ماما ما كانتش فرشة السجاجيد، هي كانت فرشة في الصيف كده، مش عارفة اقول لكم اللي هو ايه، اللي هو الحافظات اللي كانت بتبقى فوق السجاجيد، هي كانت فرشاها على البلاط، تمام. طبعا كل ده عايز يتغسل، كل ده اتشال، بس ماما مش هتفرش يعني حاليا دلوقتي غير لما البيت كله يبقى نظيف، السلم بقى نظيف والبلكونات بقت نظيفة، بصوا شبابيك البيت كلها عموما بقت نظيفة. لسه بقى ايه يعني، الكلام ده كان في يوم نعمل بقى اوضة كده بتأني، ونخلص اوضه ونفرشها، تمام. انا الفيديو النهارده علشان برضو ما اطولش عليكم، انا شاركت معاكم غسيل البلكونه، والبلكونه التانية بصوا هي نفس البلكونه اللي انا عملتها معاكم دلوقتي، وبصوا نفس كل حاجه، وعملت معاكم برضو زي ما شايفين كده السلم. فما رضيتش اطول اكتر من كده في الفيديو علشان انتوا كمان برضو ايه ما تملوش مني وما تزهقوش. فلو لسه بقى مكملين معايا للوقت ده من الفيديو ولسه ما ضغطتوش اللايك، فضلا وليس امرا ما تنسوش اللايك بالله عليكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة اول مرة بتتابعوني. وطبعا عايزة ارحب بكل حد اشترك عندي في القناة، وبكل اخت جميلة دخلت واشتركت عندي في القناة، انتوا على راسي من فوق وشرف ليا والله، وانا بحبكم قوي، وكل متابعيني القدام من كل الوطن العربي، سواء من الجزائر، سواء من العراق، سواء من الاردن، من البلاد العربيه، انتوا على راسي من فوق. ام يحيى من الجزائر، وام محمد من الاردن، ولينا من العراق، والله وناس كتير، انتوا بجد على راسي من فوق، وبحبكم قوي. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم باذن الله، وانتوا حبايب قلبي والله، انتوا اللي بتدوني الطاقه الايجابيه، انتوا اللي مخليني مستمره لغايه الان في تنزيل فيديوهات الروتينات. بحبكم جدا، وما تحرمش منكم ولا من ذوقكم ولا من كلامكم الجميل ليا ولا من كومنتاتكم القمر اللي بتشجعني وبتديني الطاقه الايجابيه. بصوا انا هنا في نهايه السلم، ومسكت برضو البوابة، على فكرة خدوا بقى الكبيرة دي، البوابة كان في جاية اخويا بقى، في جاية اخويا، وبعدين استغلت بقى ان الباب اتفتح، ورحت بقى برضو من بره بالخرطوم، يعني عملت البوابة من جوه من عندي، واستغلت برضو لما اخويا اجا، قمت جايبه بالخرطوم واديله ادي بقى من بره من الشارع من بره. مش بقول لكم مهمنيش، يعني انا ما بيهمنيش حد، اديله ادي بالميه، يلا هي اجت كمان على البوابه من بره، يعني الدنيا نضيفه كمان من جوه، ورحت اعمل لكم البوابه كمان من بره من عند الشارع. انا بقول لكم بقى ما كانش حد بره في الشارع، وكان كله بيتك وكله مدخل حاجته جوه في ورشته، فايه لما كانوا يعملوا كده من الاول، كل واحد يشتغل في قلب ورشته، لازم يخرجوا في الشارع. والله الواحد ما بيعرف يمشي في الشارع بسبب وقفتهم في الشوارع ديت، وبسبب بقى ايه بيقعدوا يبصوا على الرايح وعلى اللي جاي، الواحد ما بيعرفش يعمل حق، ولا بيروح ولا بيجي. قولوا لي بقى رايكم ايه في الروتين بتاع النهارده، هستنى رايكم في التعليقات، وبحب قوي تعليقاتكم، وما تحرمش منكم ابدا، يا اجمل ناس في الدنيا عندي، وبحبكم قوي، واستنوني باذن الله الفيديوهات اللي جايه. بصوا بقى السلم بقى زي القشطه بقى، فله فله فله، شمعه منوره، واشوفكم على خير بقى ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه، كون صوت الصلح شويه، باي باي.